عسلامة مسيو. عسلامة، مرحبا بيك. شكو بيك أكثر؟ قدم لي روحك. مواطن تونسي. مرحبا بيك حذينا. به موضوعنا، هل صحيح أنه التونسي ما ينجم يكمل الشهر كان بالسلف والقروضات؟ من غير شك، بالنسبة للوضعية متاع البلاد توا والغلاء والمعيشة غلات برشا، الشهرية متاعو راهو العشر أيام الأولى يكملها راهو ويرجع يتسلف راهو. موجود الشيء هذا بارتوت، عشر سنين قبل ما كناش هكا. بون لو 20 لو 25 تتصب له شهريته ولا ياخذ شويه على الاكونت على الشهريه نتاعهم البنكه. اليوم اصبحت الناس كل عايشه بالقروضات راهو. انا واحد من الناس تقول لا، كان مش القروضات راني اما راهن ليزيبوتيك، راهن رزقي، راهن ملكي، راهن داري، راهن كل شيء، كل شيء مرهون عندي، فهمت ولا؟ باش نجمو نعيشوا ونعيش وكل الخدامه اللي يعيشوا معانا، فهمت ولا؟ سينارا ونسكروا وكاو. وبالنسبه للموظفين مساكنوا برا راه، فهمت؟ اللي عنده ثلاثه واربعه صغار تو ما يجمش يقاوم، اذا كان ما تبداش شهريته من زوز ملايين فوق ما يجمش يقاوم البلاد هذه. بالغلا نهار حتى تهبط للسوق باش تاخذ طرف خضره وكذا تلقى 100 دينار توفى، ما راجل شهريته معناها تلقى نتاع مليون و200 ومرته مليون و200 ومش لاحقين وعنده ثلاثه واربعه صغار راهو، فهمت ولا؟ يعيطوا دمتي ولا والبنوك جيب الورقه الفلانيه، هات الورقه الفلانيه، بعد يقولوا عندك شي بوتيك، عندك شي كذا. ايش نقول لك حاجه بالنسبه للموظفين في تونس هنا عايشين على القروضات مع البنوك. هل تلقى في الوضع هذا اللي احنا عايشينه توا عباد تسلف بعضها فلوس؟ قبل نقول لك يعني تبدا ضامنه انه شخص هذاك باش يرجع لك معناها؟ شوف انا نسميه مصاصين الدماء هذوكم اللي سلفوا باللي زانتيري برا، فهمتي ولا؟ وصلت، فهمتي ولا؟ يقول لك 20% في الشهر يعطيك 100 مليون ياخذ عليها 20 مليون. ما يخموش معناها في انه الربا حرام؟ بدي ما ربا يصلي ويعمل العمره والحجه نتاعو، فهمتي ولا؟ ويجي يسلف بالانتريس. يقول لك كنا توضى نغسل الذنوب نتاعي في السطل هذيك. معناها مش باش يقول لك بلادنا هنا حوت ياكل حوت ولا، ومسكين الزوالي في البلاد هذيا ما عادش يجم يعيش راه. بالنسبه للغلاء بتاع تو كل شيء مفقود وكذا وكذا، والطبقه الوسطى اللي كنا عايشين بيها مشيت وفاتت، هريت ما عادش ثم طبقه وسطى، يا غني يا فقير، فهمت ولا؟ يعني الانسان اليوم ما يكمل شهر كل ما يكون مرهون مع العطار، ما يكملش الشهر مع البنكة، عشان يوم الاولين سي يكمل شهريته. والله العظيم صرت ان ديريكتور في بوسطه ما نسميش ما بلاد، فهمت ولا؟ العشر ايام الاولين قال لي بلي عندك شي سلفني حتى 100 دينار راني فات فلوسي. هاي ميم با عنده فلوس في الكونت، ميم با عنده فلوس في الكونت. قلت لك العشر ايام الاولين كمل شهريته، صغار ويخراو بريفي ومنه 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 ما لقاش روحه. هذيك هي البلاد، ما عادش الدنيا غليت برشا والوضع مش باهي بالكل. وكما يقولوا جاونا ناس ضحكوا على 12 مليون، جوعوهم دمروهم ما خلاو فيهم حتى شيء، وحسبي الله ونعم الوكيل. وذاك هو شو نقول لك. شنو الاشكاليات اللي تعترض شخص متسلف فلوس مع شخص اخر؟ كارثه. سوى اللي متسلف ولا اللي يسلف؟ اللي متسلف مسكين يبدا كل يوم هو يا سي فلان اصبر عليا شويه، والاخر يقول له لا كي فلوس ناس لازم نعطيها، يزيد يثقل له ديزانتيري اخرين على الشر هذاك اللي راتاه. ولات ناس عندها فلوس، ناس عندها فلوس وناس ما عندهاش، اللي عندهم الفلوس يمصوا في الدم هكا اللي ما عندوش مسكين، فهمت ولا؟ اللي عنده يتسلف من اللي ما عندوش؟ نعم، اللي ما عندوش يتسلف من اللي عنده. فهمتي ولا؟ اللي ما عندوش هو ما عندوش ويتسلف ويعطي شيك. شوف لي شيك سون بروفيزيون راهم كارثه عظيمه في تونس، معناها شي هربه شي في الحبس غرقت في البحر، معناها اش باش نقول لك؟ مو الانسان كي يكون عارف روحه ما ينجمش يراجع من غير ما يتسلف. بالله اسمعني، يبدا ولده مريض وسخانه في الاربعين ويزمو يهزو للطبيب يقول له 70 دينار كونسلتاسيون، الدواء تحب له 100 ولا 150 وما عندوش، يتلز يهز التليفون ويتسلف ياك 500 300.
وما يلزك على المر كي الامر منه. انا بنتي حلت سنتر دابيل تمويل ذاتي فهمتوا، وعملت مع 10 بنيات باش كل يستقات وياكلوا الخبز في جرتها فهمتوا. البنك ما باش تمولها 20000 دينار حكايه فارغه، لو كان موردها 20000 دينار نقول لك سنتر محلول وقتها وكل شيء حاضر، كل شيء يخدم على روحه. حاجتها كان 20000 دينار، تروا كونترا مع تروا فورنيسير في فرنسا باش ندخلوا الديفيز لتونس، معناها توتالمون اكسبورتاتريس. ما لقاتش البنك راس الشهر جات تخلص الخدامه ما عندهاش، صنعت الفورنيسور يصب لها، مشيت للبنك قالت انا معطوني 20000 دينار انا طوندون جي جيني سويفت من البنك، قالوا لا ما نجموش نعطيه. مشينا تسلمنا بالانتريس من عند شخص في النوار، فهمت يعني ولا؟ شخص يسلف بالانتريس، بالانتريس يسلفوا هذا كاش اللي فما موجود في تونس توا 8 ملايين ب 17 مليون تكلفت لنا وخلصناهم في الاخر. على قديش؟ على شهري. معناها يوريك هنا وليت نقول لك معناها الشخص هذا اللي يسلف بالانتريس مده صغيره، معناها يا شهرين يا شهر ياخذوا في 20% على الشهر. في شهرين ينجم يردهم فوا دو فلوسه. فوالا 100 مليون كي سلف لك على شهر ياخذ 20 مليون. اذا ما ياخذوش اكثر ويقول لك اعطيني رهنيه، رهن لي حاجه، اعطيني حاجه. انا شو باش يقول لك فريمون البلاد هذيا ما عادش فاهمينها كما قال الباجي الله يرحمه. هذيا استغلال زاد استغلال كبير. استغلال فاحش. علاش؟ خاطر البنوك ما باش يمشيو تلزينا باش يخلصوا خدمتنا. البنات يقول لك انا راس الشهر خدمت خلصني، فهمت؟ تلزينا مشينا تسلفنا في النوار من عند ناس فهمت ولا فلوسها في الديار. هذا هو باش نقول. في الاخر السونتر يخدم وسافا؟ في الاخر سكرتوا السونتر. علاش؟ خاطر البنك باش تمشي معنا، احنا عملنا تمويل ذاتي قلنا لهم 20000 دينار حكايه فارغه. فهمت ولا؟ نربحوا احنا كي نربحوا شهر الشهر الجاي تدخل لنا فلوس. اما شنو السبب انهم ما عطاوهاش ال 20000 دينار؟ ثم حتى سبب. قالوا لا انت باديه جديده ما نجموش، وقت اللي احنا السونتر كامل حليناه بتمويل نتاعنا، تمويل ذاتي معناه. مش بعد 3 موا تنجم تاخذ ولا؟ 3 موا ما عطاوش، 5 موا ما عطاوش، 6 موا، تو عندنا عام على نخدموا، فهمت ولا؟ في الاخر تلزينا، فهمت ولا؟ خاطر الخدمه هذه مثلا لي سونتر دابيل، الفورنيسور ما يصبلكش في الشهر وبيده، فهمتي ولا؟ ثم خدمه اخرى تصير تحب له دو موا وترو موا باش يصب لك يبعث لك الفلوس. الاخر تلزينا سكرناها السونتر و10 بنات مشاو على رواحهم. والله غالب. الله غالب. مسيو نخلي لك كلمه الختام. الله يستر بلادنا وان شاء الله يجيوا هنا يجيوا رجال اللي يفهموا ويعرفوا شنو هي السياسه وشنو هي الدوله وشنو هو الشعب. علاش الشعب هكا مساكن؟ الناس تمشي هايمه في الارض ولات، جوعوهم فهمتي ولا؟ وربي يستر ان شاء الله فهمتي ولا ما نقولوش تصير كوارث اخرى في تونس. امين يا رب. عايش.